Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا ومعلومة مهمة جدا. أنت تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية، لا تحفظ كلمات. اسمع مني، اسمع من شخص يدرس اللغة الإنجليزية لأكثر من 25 عام. حفظك للكلمات لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب ما هو الحل؟ الحل إنك أنت تحفظ عبارات أو جمل أو أسئلة. أكرر again عشان البعض يمكن النقطة ما وصلت له. البعض عنده مفهوم انه انا لو احفظ مجموعة من الكلمات وكل يوم 5 كلمات او 10 كلمات في الشهر يطلع معي 300 كلمة، في السنة هيكون معي 3000 كلمة. انساني هذا الموضوع، الله يخليك. هذه الطريقة مش هتفيدك. لو عندك حتى 5000 كلمة مش هتتكلم انجليزي. واحد يقول لي طب اقنعني، اقنعني ليش ما هتكلم انجليزي؟ انا هيكون معي مجموعة كلمات. أي يعني انت معقول انك انت متوقع انك انت هتستبدل الكلمات العربية اللي انت في جملتك او في سؤالك وتستبدلها بكلمات انجليزية والموضوع انتهى؟ اذا كان هذا مفهومك فانا احب ان انا اوضح لك انك انت غلطان. انت كده بترتكب خطأ كبير، بتضيع وقتك ومجهودك وبتقول بعد كده اللغة الانجليزية صعبة ومعقدة. طب ما هو الحل؟ الحل يا عزيزي اسمع مني، انا اللي هعطيك الحل. انت بتحفظ عبارات وكل يوم احفظ لك نفس الطريقة اللي انت قلتها مسبقا، استبدلها بدل ما تحفظ 3-5 كلمات يوميا، لا احفظ 3-4-5 جمل او عبارات او حتى اسئلة. بعد كذا انت هتجد نفسك انك انت بتحفظ الكلمات اللي انت كنت تحتاج تحفظها، هتدخلها في الجمل والعبارات. لكن انك تاخذ الكلمات تحفظها كذا بدون ما تدخلها في جمل او اسئلة، انسى الموضوع. ركز معايا، أعيد مرة أخرى. عندما تحفظ مثلا عبارات مثل هذه العبارات التي أمامك أو أسئلة، أنت تستطيع أنك أنت تحفظ الكلمات الإنجليزية عن طريق إدخالها في الجمل أو في الأسئلة، أنك تستخدمها في الجملة وفي السؤال، وبالتالي هذه الكلمة مش هتنساها أو صعب تنساها. ليش؟ لأنه أصبحت في ضمن حوارات. أنت عندما تريد تتحدث اللغة الإنجليزية بيحصل أنك أنت بتقول هذه العبارات أو هذه الأسئلة، فبتجد نفسك بتتكلم مع شخص، هتحتاج كلمة بتدخلها داخل الجملة أو داخل السؤال، وبالتالي كذا تستفيد من الكلمات وتفيدك الكلمات. لكن تحفظ كلمات فقط خطأ. طيب هعطيك اليوم مجموعة من العبارات، مجموعة من العبارات، وهقوم بدمج حتى مجموعة من الجمل في فيديوهات سابقة أنا أنزلتها عشان نجعل هذا الفيديو غني و تحصل انت على عدد كبير وضخم من الأسئلة والعبارات والجمل. طيب انت لما تحفظ كلمة شيم، انا هثبت لك شيم معناتها عيب. كلمة شيم لوحدها. اون معناتها على، يعني الشيء الكتاب على الطاولة. يو معناتها انت. لما انت تحفظ كل كلمة لوحدها، هيا كون لي جمل، كون لي اشياء، ما هتستطيع. هتكون غالبا جملك اللي بتكونها لانك متاثر بلغتك العربيه، جملك هتكون على الاغلب خطا. طيب ما هو الصح؟ shame on you، عيب عليك. هو فعلا عيب عليك انت انك انت ما تستخدم هذه الطريقه. عيب عليك انك تستخدم تحفظ كلمات، او انك عيب عليك انك انت بتعيد نفس الاخطاء السابقه اللي بيستخدموها الناس السابقين. احفظ كلمات، احفظ كلمات، ما هتفيدك الكلمات. طيب لما تحفظ shame on you، shame on you، تحفظها كذا مع بعض، shame on you. واحد يقول، اسمع شخص يقول انا عندي مشكلة في القراءة. يا سيدي بدون ما تقرأ انت سمعت الصوت اللي انا بقوله، shame on you، عيب علي، shame on you، shame on you. اي بس انا بنسى، عندي ذاكرة، انتقلنا من النطق، مشكلة النطق الان الذاكرة انك بتنسى. احفظها بالتكرار، shame on you، shame on you، shame on you. خلاص اتفرج على الصبورة، shame on you، shame on you، عيب عليك. طب انا مطلب منك الان نستفيد من هذا العبارة ونقول عيب على علي، عيب على محمود، عيب على احمد، عيب على صالح انه عمل هذا الشيء. shame on بدل you، اها صالح، عيب على صالح، عيب على فارس انه عمل هذا الشيء. shame on فارس، shame on your father، عيب على والدك، عيب على ابنك انه يعمل، shame on. فهمت الان واقتنعت ليش انت مفروض تحفظ
عبارة وسؤال مش تحفظ كلمة، هذا الفيديو انت ممكن انك انت تنسى انك تشاركه مع زملائك. فالان شاركه وبعد كذا كمل شاهد معايا، لانه هذا الفيديو هيفيد ناس كثير وهيوفر عليهم مجهود كبير جدا من الوقت اللي جالسين يوهموا نفسهم انهم هيتكلموا انجليزي بس بعد ما يحفظ 2000 كلمة او 1000 كلمة او عدد من الكلمات. هذه الطريقة توقف عنها. Leave me alone. Leave me alone. اتركني لوحدي. احفظ الصوت. كرر معايا. Leave me. اتركني. Alone. وحيدا. او لوحدي. Leave me alone. Leave me alone. طيب انا اطلب منك. اترك اخوك لوحده. سيبه لوحده يا اخي. لا تزعجه. Leave your brother alone. اترك سلوى لوحده. Leave سلوى. هنا التغيير هيكون. هنا التغيير وهنا التغيير. Leave سلوى alone. Leave محمود alone. Keep it a secret. هذه عبارة يعني يقصد بها احتفظ بها كسر. يعني حافظ على هذا السر. خليه سر. اجعل هذا الكلام اللي أنا تكلمته معك إنه سر. Keep it a secret. Keep it. It يعني يعود على الموضوع اللي تكلمنا عليه. Keep it a secret. كل ما تريد أن تقول لأحدهم خلي الموضوع بيني وبينك سر. Keep it a secret. Keep it a secret. وتدمج الكلمات. دائما إذا أنت بتجي صعوبة في فهم النطق الإنجليزي فأعرف إنهم بيدمجوا الكلمات. يعني keep it. Keep it. Leave me. Leave me. Leave me. Shame on. Shame on. Shame on. Shame on you. On you. Leave me alone. Keep it a secret. A secret. Sir. You are so lucky. You are so lucky. أنت جدا محظوظ. You are so rich. أنت غني جدا. You are so boring. أنت ممل جدا. You are so boring. طيب. Stop wasting time. Stop wasting time. توقف عن إضاعة الوقت. لا تضيع الوقت. Stop wasting time. Stop playing around me. توقف عن اللف والدوران عني. Stop wasting time. احفظ العبارات بالتكرار. Stop wasting time. Let's catch up today. هذه معناتها خلينا نتقابل اليوم. يعني انا ممكن اقول let's meet today. ايوه ممكن تستبدل كلمة او كلمتين catch up بmeet. طيب ايش الفرق بينهم؟ بس هذه يعني متقدمة لحد ما، يعني الناس اللي هم متمرسين في اللغة الانجليزية ما بيقولوا let's meet، يقولوا let's catch up today. Let's catch up today. I am so into you. I am so into you. معناته انا جدا معجب فيك. يعني I am so يعني I like you. يعني واحد يقول طب انا اقدر اقول واحد I like you. ممكن. بس هذه ايضا طريقة اللي هي متقدمة. I am so into you. يعني لو قلت I like you. I am so into you. نفس المعنى. نفس المعنى. I am so into you. I am so into you. I can't allow you. الله يسمح. لا أستطيع أن أسمح لك to do that. I can't allow you. طبعا to do تغيرها. يعني ممكن تقول I can't allow you. أنا لا أستطيع أن أسمح لك to get in. Get in يعني تدخل. ما أستطيع إني أسمح لك تدخل. To get out. إنك تخرج. To sit here. To wait here. أن تنتظر هنا. أن تعمل شيء هنا. I can't allow you. الله يسمح. I can't allow you. I can't allow you. لا أستطيع أن أسمح لك. I can't allow you. أيضا عندنا I am off. هي نفسها أنا مغادر. يعني أنت إذا تريد تقول يا جماعة أنا ماشي. I am leaving. أو تقول I am off. واحد يقول أنا اللي أعرفه off هذه معناتها إنه يعني مثلا إجازة أو يطفئ النور. لا، هذيك الاوف لما تأتي قبلها turn on turn off. شغل طفي ولع. أوكي. لكن I am he is he off يعني ماشي. طب أنا ممكن أقول I am leaving. أيوة I am leaving. I am off. بسيطة هذه صح. I am off. Goodbye. Have a nice day. I am interested in it. I am interested in it يعني أنا مهتم بهذا الشيء. I am interested in it. أنا مهتم بهذا الأمر. الأمر هذا يعني بهتم فيه. مهتم فيه أنا. What a pity. What a pity. What a pity يعني يا للشفقة يا للرحمة. يعني أنت بتتعاطف مع الموقف. What a pity.
وممكن تقول أيضا I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. طيب It's over between us. It's over between us يعني الأمر انتهى بيننا. يعني كل ما تريد أن تقول خلاص الموضوع اللي بيننا انتهى، الأمر بيننا انتهى. It's over between us. بيني وبينك الموضوع انتهى، خلاص علاقتنا انتهت. It's an important matter. It's an important matter. إنه أمر في غاية الأهمية. It's an important matter. Matter أمر، important مهم. إنه أمر جدا مهم. It's an important matter. Get out of here. Get out of here. اخرج من هنا. Get out. Get out. Get out. Get out of here. Get out of here. اخرج من هنا. Keep trying. Keep trying. واصل المحاولة. Keep eating. واصل الأكل. Keep waiting. واصل الانتظار. طبعا لازم تضيف ing لأي فعل يأتي بعد keep. Keep working. واصل بالشغل تبعك زي ما انت. Keep working. لا تمشي. Don't go. Keep writing. واصل على الكتابة. Keep. وعلى هذا الحال. جميل. طيب انت لاحظت انه هذه العبارات هي سهلة الحفظ، ولكن اذا انت بتكرر استخدامها، يعني صحيح انك انت اخذت هذه العبارات، لكن اذا اردت انك ترسخها استخدمها في الواتساب، استخدمها في الحياة. يعني انت تتراسل مع شخص، او انت في كافيه، او انت في مطعم، او في اي مكان، او معك شخص بتمارس معه لغتك الانجليزية، استخدم هذه العبارات. Stop wasting time. Stop playing. Stop ignoring me. توقف عن تجاهلي. طيب واحد يقول انا محتاج عبارات اكثر، محتاج انك تعطيني جمل اكثر. انا هضم لك مجموعة من العبارات والجمل السابقة اللي انا نزلتها عشان انت ايضا تحفظها، وبالتكرار وحاول انك انت تغير كلمات فيها، وبالتالي تحصل على مجموعة كبيرة من الجمل والاسئلة والعبارات، وبالتالي هتجد نفسك انك كل يوم لو رجعت للقانون السابق تحفظ كل يوم 4-5 جمل، وبعد كده تقوم باستخدامها، تجد بعد شهر شهرين معاك 200-300 جملة، 200-300 سؤال، وهو هذا ما نحتاجه لتحدث اللغة الإنجليزية. أنا أريد أن الفيديو هذا يصل إلى 30,000 لايك، وإذا أردتم مثل هذه الفيديوهات اكتبوا لي في التعليقات. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. Good luck. حظا موفقا. And see you soon. أراكم قريبا. مع سلامة الله. وننتقل إلى الفيديو الثاني. أنزل فيديوهات تحدثت عن عبارات، لكن هذه عبارات جميلة وجديدة، فأنت بحاجة إنك أنت تحفظها. ولمن يسأل كيف أحفظ هذه العبارات، العملية بسيطة جدا. هناك خطوتين، تقوم بعملية التكرار، والنقطة الثانية تقوم بعملية استخدامها from time to time، من وقت لآخر. لأنك if you don't use them، إذا أنت لا تستخدمهم you will forget them، هتنساهم. طيب نبدأ معنا بعبارة shame on you. Shame on you. Shame on you. عيب عليك. Shame on you. عيب عليك. Prove that. Prove that. أثبت ذلك. Prove. Prove that. I doubt. أنا أشك. I doubt. البي نعم لا ينطق. I doubt. أنا أشك. I doubt. Between you and me. Between you and me. بيني وبينك. Between you and me. Between you and me. No doubt. لا شك. No doubt. No doubt. That's none of your business. That's none of your business. ليس من شأنك. ليس من شأنك. That's none of your business. I am counting on you. I am counting on you. I am counting on you. بعتمد عليك. أنا بعتمد عليك. I am counting on you. أو طريقة أخرى. I rely on you. I rely on you. بعتمد عليك. I rely on you. I think of you. أفكر فيك. I think of you.
I think of you. Talk to you later. Talk to you later. أتحدث معك بعدين. أحدثك. أتكلم معك بعدين. In fact. In fact. في الحقيقة. In fact. In fact. Actually. في الواقع. Actually. في الواقع. Regardless of. بغض النظر عن. Regardless of. Regardless of. بغض النظر عن. It's a personal matter. It's a personal matter. إنه أمر شخصي. It's a personal matter. أو يمكنك أن تقول It's a private matter. It's a private matter. I adore my wife. I adore my wife. أعشق زوجتي. I adore my wife. I admire you. أنا معجب بك. I admire you. I admire you. You are supposed to be. You are supposed to be. أنت من المفترض أن تكون. You are supposed to be. If it weren't you. If it weren't you, لولاك. If it weren't you, لولاك. Do you mind? هل تمانع؟ Do you mind? هل تمانع؟ Do you mind? It is a touching story. It is a touching story. قصة مؤثرة. إنها قصة مؤثرة. It's a touching story. Touching. Touching story. Forgive me, please. اغفر لي لو سمحت. Forgive me, please. Forgive me, please. I will convince you. سوف أقنعك. I will convince you. أنا سوف أقنعك. I will convince you. I got it. I got it. يعني أنا فهمت. I got it. I got it. I got it. أنا فهمتك يعني. I don't get it. I don't get it. يعني مش فاهم. إذن I got it. فهمتك. I don't got it. لا أفهم. Calm down. اهدأ. Calm down. Calm down. Make sure of that. تأكد من ذلك. Make sure of that. Make sure of that. You are wise. أنت حكيم. You are wise. You are wise. I don't deserve that. أنا لا أستحق ذلك. I don't deserve that. Forget it. Forget it. Forget it. Forget it. Forget it. دعك من. دعك من يعني لا تهتم الأمر. It's your fault. It's your fault. ذلك خطأك. It's your fault. It's not my fault. ليس خطأي. It's not my fault. يعني it's your fault. It's not my fault. Don't play around me. Don't play around me. لا تلف وتدور علي. Don't play around me. You exaggerate. أنت تبالغ. You exaggerate. Exaggerate. That's embarrassing. That's embarrassing. ذلك محرج. That's embarrassing. Embarrassing. I work hard. أنا أعمل بجد. I work hard. I work hard. Don't
hesitate لا تتردد. Don't hesitate. Don't hesitate. He's fond of swimming. هو مغرم بالسباحة. He's fond. Fond of swimming. I respect you. أنا أحترمك. I respect you. I respect you. Don't let me down. لا تخذلني. Don't let me down. I pretended I was scared. تظاهرت أنني كنت خائفا أو مرعوب. I pretended بالإيدي. I pretended I was scared. I will not argue with you. لن أتجادل معك. I will not argue with you. I will not argue with you. I am proud of my son. أنا فخور بابني. I am proud of my son. هذه كانت عبارات رائعة جدا. أتمنى أنك تحفظها وتستخدمها حتى لا تنساها. كما أخبرتك, if you don't use them, you will forget them. إذا لا تستخدمهم سوف تنساهم. كيف تستخدمهم؟ بالواتس, بالتحدث, بالعبارات اليومية في أي مكان مع أصدقائك. شارك الفيديو مع غيرك, اضغط لايك, ولا تنسى الاشتراك في القناة الأولى والقناة الثانية. مع سلامة الله. Good luck.